try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا تتمه ديال ليكزيرسيس اللي كنا ديجا بادينا اللي داخل في الكور ديال الكالكولي زانتيغرال. فوصلنا لك 7. فاول حاجه كما سبق ذكرت، فاللي مازال ما شاف الفيديو الاول فيمشي يشوفه لانه ضروري وضروري بزاف، لانه هو لا باز ديال الكالكولي زانتيغرال. فاول حاجه قلنا لي بريميتيف، قلنا عندنا لي 5 كا بارتيكولي ولي 5 كا جينيرال، وعندنا الكا ديال لي فونكسيون تريغونوميتري. فهمنا كلشي. ابري دزنا كيفاش كومون كالكولي لي زانتيغرال، وصلنا الكاسيت. قلنا اول حاجه في لي زانتيغرال هو نكون حاجه الرقم واحد، الحاجه الرقم واحد هو اننا نكون عارف لي بريميتيف 100%. ملي تكون عارف لي بريميتيف، ملي تكون عاطيني بحال هكا واحد الانتيغرال، تنشوف واش ممكن ندير لي البريميتيف تاعو بطريقه ديريكت او بيان خصني نسامبليفي. هادو هما اللي كاينين، يا اما ندير البريميتيف بطريقه ديريكت او لا حتى نسامبليفي بلاش ممكن انني ندير بريميتيف. اوكي، نجي هنا. اول حاجه عندك نيميناتور ولا دينيناتور، يعني بلغه اخرى عندك فراكسيون. تمشي نشدو الدينيناتور ونديرو لي ديريفي. اكس على بويسونس 4 هي 4، يقدر مكتوب على شكل اف بريم اف سور اف على بويسونس ان، ولا اف سور اف بريم، ولا شي حاجه بحال هكا، لانه في الغاسين، يعني في راسي دوك الخاصيات ديال الغاسين خصهم يكونوا عندي. ديريفي ديال اكس على بويسونس 4 هي 4 اكس على بويسونس 3. اوكي، ما عنديش هنا الفوق اكس على بويسونس 3، وبالتالي ما مكتوبهاش على الكا جينيرال، يعني مكتوبه على شكل كا بارتيكولي، ولكن خصني نسامبلي فيها. اول حاجه اش ندير يا شباب، يعني انا خصني نسامبلي في الكالكول. الفوق عندي واحد الايدونتيتي غوماركابل سو فورم ا بلس بي كاري ايكالا ا كاري بلس 2AB بلس بي كاري. يعني اش تولي عندك يا شباب، تولي عندك هي اكس كاري بلس 2x بلس 1 كاري اللي سور اش سور اكس على بويسونس 4 دي دي اكس. مازال خاصني نسامبلي فيها شباب. تولي الانتيغرال دو 1 ا 2. هنا نعطيكم واحد القاعده، واحد القاعده مهمه، يعني خصني نشد هاد الاكس اللي كاين الفوق، خصني نطلعو النيميغاتور، وباش نطلعو النيميغاتور خصني نطبق واحد القاعده، ها هي نكتبها لكم هنا. تنعرفو الى عندك ا سور اكس على بويسونس ان ايغاليا ا فوا اكس على بويسونس موان ان. كما سبق ذكرت، الى كانت عندك البويسونس في الدينوميناتور بوزيتيف، ملي تلوحو النيميغاتور تولي نيجاتيف، وإلا كان بوزيتيف في النيميغاتور وتلوح للديمناتور تولي نيجاتيف. دائما ملي تشونجي بلاص ديال واحد البويسونس من النيميغاتور للديمناتور، يعني ليكسبرسيون ما تتبدلش، شنو تتبدل هو لو سين ديال البويسونس. صحيح، يعني انا نشد هذا ونطوعه الفوق، يعني شحال غيولي؟ غيولي من 1 ا 2 ديال اش ديال اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 فوا، هذا نطلعو الفوق غيولي هو اكس على بويسونس موان 4 دي دي اكس. مازال علاش؟ لانه خاص عندي البرودوي، متفقين؟ اش خاصني دابا ندير؟ خاصني نديفلوبي. غتولي لانتيغرال دو 1 2 غتولي عندك هي اكس كاري فوا اكس على بويسونس موان 4، تنديفلوبي هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا، بلس 2 اكس فوا اكس على بويسونس موان 4 بلس 1 فوا اكس موان 4، تبقى هي اكس على بويسونس موان 4. هادشي كامل اش دي دو اكس. مازال خاصني نسامبليفي. بالنسبه للاي سي اي اي سي اش ندير؟ ندير الخاصيه ديال بروبريتي ديال بويسونس ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ام ايغالي ا على بويسونس ان بلس ام. الى عندي نفس الاساس ندير لاسوم ديال لي بويسونس. صاي هادشي اللي غادي ندير انا دابا، يعني ايغال شنو؟ ايغال لانتيغرال دو 1 ا 2 ديال اكس مباشره ديريكتومون شباب، هادي راه موان 4 مباشره، عندك 2 موان 4 تعطيك هي موان 2 ديريكتومون، يعني نجمع لا بويسونس بلس، غتبقى عندك هنا 2 اكس، عندك هنا كاين واحد بويسونس ما باينش هو 1 1 موان 4 تعطيك هي موان 3 بلس اش هنا. هذا ما عندي معاه مشكل، هذا ما عندي معاه مشكل، هذا مقاد راسو براسو، هادشي كامل دي دو اكس. دابا ممكن انني ندير لي بريميتيف، علاش؟ لانه تكتب سو فورم، هادو كاملين تكتبوا ليا سو فورم اش، هادو كاملين
تكتبوا لي سو فورم اج اكس على بويسونس ان فشنو هي البريميتيف ديالها؟ هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1 صحيح. يعني ما يقدنيش فين نجي، يعني ضروري خصني نمسح هادي ونخلي ليسباس. اوكي يعني تولي لي غادي نسامبليفينا، يعني شحال دابا ممكن ندير لها بريميتيف؟ غتولي البريميتيف ديال هادي هي اكس على بويسونس، لاحظوا معايا شحال عندنا الديغري اللي عندنا هنا هو موان دو موان دو بلس ان، من الاخر هي موان زان، مابقاوش نلعبوها شباب سيغ موان زان، ندير حشومه نكتبها ولكن ولكن باش تفهموا لي الامور افضل. نجيو هنا كيفاش لقيت هذيك؟ هذا شباب مكتوب سو فورم اكس على بويسونس ان، فشنو البريميتيف ديالها؟ هو اكس على بويسونس ان بلس 1 سيغ ان بلس 1، يعني بلا ما نبقاو نزيدو مرحله مرحله عندك موان دو بلس 1. شي اللي درتي غير في كالكولاتر هي ما تكذبش عليك. بريميتيف دو اش دو 1 2، نجيو نشوف واش كاينه بلس ولا موان. كاينه بلس ما عندناش نخاف، غندير البريميتيف ديال البريميتيف ديال هادي. عندك الشباب عندك موان 3 موان 3 نزيدها واحد الان غتولي موان 3 بلس 1 تولي لك هي موان 2 موان 2 سيغ موان 2 دو 1 2 هنا بلس عاوتاني نديرو بريميتيف. عندك هنا موان 4 فموان 4 بلس 1 هي موان 3 غتولي هي اكس على بويسونس موان 3 انا نسيت واحد موان سيغ موان 3 دو اش دو 1 2. دابا نجي نسامبلي في الكالكول هاد موان طلع الفوق ولا نجي نبسط الامور ديالي، كل ما بسط كل ما افضل. عندك اطلع هاد الموان الفوق، عندك البويسونس نيجاتيف من اللوحة الديرمناتور غيولي بوزيتيف، يعني الفوق يبقى لك هو 1 سوغ اكس على بويسونس 1 وحشومة نكتب على بويسونس 1. دوك يلاه عطيت القاعدة ما عرفتش شناهي هي هادي. عندك البويسونس الا كان في النيميراتور فهو نيجاتيف، من اللوحة الديرمناتور تولي بوزيتيف. هاد الموان زان طلعتها الفوق راه هي هادي، هذا من اللوح لتحت شحال يولي عندك؟ يولي عندك 1 اكس على بويسونس 1 هي نفسها الويمين دو 1 2 بلس. هنا غنطلع هاد الموان الفوق تولي عندك هي موان 2 سيغ اش، غنزل هذا لتحت تولي عندك هي 2. اول حاجه لاحظ واحد الملاحظه، مشات لك 2 مع 2 يعني اش تولي عندك يا شباب؟ تولي عندك موان زان سيغ اكس على بويسونس 2 دو 1 2. سامبليفيت هذا الموان طلعت الفوق ولات هي هذه، لان انتيغدي ديرمناتور يكون فيه الموان. نزلت هذا لتحت، ملي نزلته لتحت اش يولي البويسونس ديالو؟ البويسونس ديالو يولي بوزيتيف، قلنا ما كنشونجون بلاص تتشونج عليا السين والفوق يبقى عندك بلس. بنفس الفكره هنا نطلع موان الفوق، هنبط هاد يبقى لك ان، من هنبط هذا تبقى لك هي 3 اكس على بويسونس 3 دو 1 2. نفس الفكره طلعت الموان الفوق ياك، بقات عندك 3 في الدينوميناتور، مني هبط هذا لهنا يبقى عندك الفوق هو 1، يعني القضيه سهله. اوكي ندوزو دابا، بقى لي الا نسامبلي في الكالكول. تولي عندك تولي دائما فوقينا تولي عندك هي موان زان سيغ دو موان ديال القاعده، حيت قلنا اف دو ا اف دو بي موان اف دو ا، الصوره ليماج ديال هادي موان ديال القاعده ليماج ديال هادي. ولكن لاحظوا معايا هنا كاين الموان ولكن مع الموان تولي بلس، اي باش نغومبلاسيها ب 1 تولي لك 1 سيغ 1 هي 1 من الاخر بلس. هنا غنجي نغومبلاسي ب 2 تولي عندك هي شحال؟ اول حاجه غنفتح واحد بارونتيز لان هذا فيه الموان، متفقين؟ اللي على بالو ممكن مباشره يدير موان، متفقين؟ انا باش نشرح لكل شيء. غتولي عندك اكس اكس باش نغومبلاسيها ب 2 2 كاري غتعطيك هي 4، يعني تولي لك هي موان زان سيغ 4 موان ديال القاعده، ولكن مع هاد الموان تولي ليا هي بلس. غنغومبلاسي دابا ب 1 1 كاري هي 1 1 سيغ 1 هي 1 صافي بلس. عاوتاني بنفس الفكره هنا غتولي عندك هي موان زان هنا 2 على بويسونس 3 اللي هي 8، متفقين؟ 8 في 3 هي 24 موان ديال القاعده، ولكن مع الموان تولي بلس تبقى لك فوق 1. هنا غنجيو 1 على بويسونس 3 هي 1 1 فوا 3 اللي هي 3. بعد ما حسبت بقى لي الا نسامبلي في الكالكول ونحصل على النتيجه النهائيه، فنجيو نعوضونا. غتولي عندك 1 موان زان دومي هي 1 دومي، عندك موان زان سو 4 بلس 1 غتعطيك هي 4 موان زان، غتولي موان زان غتعطيك هي 3 سو 4
سوكال بحال مثلا واحد دير موناتور هنا دير موناتور موحد لان 3 الى ضربتها في ويت تعطينا 24 يعني غير ملتيبلي هنا في ويت ونديفيزي في ويت تولي عندك ويت موان زاد اللي هي 7 وبين تدخلوا شي كالكولاتريس وتعطيكم الريزلت سيغ 24 ابخي باش ما نضيعوش الوقت وما نديروش لي فوت في الكالكول يعني ندخل هذا التعبير الكالكولاتريس تعطيني واحد الريزلت ونعطيها لك بعد ما دخلت الريزلت كامله الكالكولاتريس وتنظنوا انكم نتوما دخلتوها الكالكولاتريس تعطيكم هي 37 سيغ 24 دو اش الريزلت تنقلبوا عليها دو لانتيغرال دو 1 ا 2 ديال x plus 1 carré sur x à la puissance 4 de x égale à 37 sur 24. هذا هي الريزلت ديالنا. كما تلاحظوا بانني كتمسحت الكاويت فمسحت البلاصه ورجعوا باش نخدموا الكاويت فبقى معايا. نديرو التتمة ديال التمرين تاعنا وصلنا الكاويت عندنا هي هادي. اول حاجة كيف العادة حلنا هذا هو اننا نغوغارديو مزيان ليكسبرسيون نشوفو واش ممكن اننا ندير بريميتيف تاعو بطريقة ديريكت وي او نو. اول حاجة ما عندناش بريميتيف ديال الغاسين وي كاين البريميتيف ديال الغاسين ولكن خصو يكون في الدينوميناتور ماشي في النيميراتور. هنا غنغوغارديو مزيان يعني ما كايناش يعني اول حاجة تقول لي راه القضية تقول لي راسي بانني خصني ما نخدمش بطريقة ديريكت قضيه فيها قضيه انتر يعني خاصني نسامبليفي. كيفاش ممكن نسامبليفي هادي؟ عادي جدا نعطيكم عاوتاني القاعده بروبريتي تخدموا عليها. عندنا في لا كونتينيتي كنا قرينا البارتي ديال الغاسينيام متفقين البارتي ديال الغاسينيام تقول لك الا عندك الغاسينيام ديال بي ديال واحد لا فونكسيون على بويسونس كيو ايغالي شنو هو الا عندك الغاسين ممكن نرجعو على شكل بويسونس في الفراكسيون الى عندك الغاسين ممكن ترجع على شكل بويسونس في الفراكسيون صافي دير في النيميراتور على ديمناتور او بيان لانفيرس الى عندك ليكسبرسيون في النيميراتور على ديمناتور يعني في فراكسيون يعني ممكن ترجع على شكل غاسين. ف الى عندنا الانيام الانيام تولي في ديمناتور يعني عندنا بي وعندنا البويسونس لي اونتر الغاسين اش يولي تولي في النيميراتور واكل باغ اكزومبل الى مثلا خدينا مثلا الغاسين كيوبيك ديالاش ديال مثلا اكس على بويسونس 2 فهادي ايغال شنو هي اكس على بويسونس الانيام عندنا هو 3 يعني تولي عندك 3 عندك شي واحد يدير هاد اللقطه انا غير تنشرح بها. هنا النيميغاتور اللي عندنا البويسونس اللي عندنا اونتر الغاسين تنحطو في النيميغاتور صافي. مثلا الا خدينا الغاسين 3 ديال 2 على بويسونس 4 راه هو ودرتو في كالكولاتريس تلقاو ميم ريزلتا الا درتو 2 على بويسونس 4 سو 3. اما الا ما كانش عندك البويسونس هنا ما كاين بين حتى شي نومبر راه ماشي هو ان شباب فهداك الانيم اللي كاين تما هو 2 لان الانيم تيولي بين من 3 والفوق بحال البويسونس يولي بين من 2 والفوق. هنا البويسونس يبدا يبان من 2 والفوق لانه كاين ان ولكن حشو ما يبان كذلك بالنسبه للانيم في الغاسين ما تيبانش الا كان عندنا 2 تيبدا يبان الا كانت عندك 3. نتمنى انكم تكونوا كومبريتيو هادشي فنجيو ايغال هذا خصنا نسامبليفي يولي لانتيغرال دو 1 ا 4 هادي نورمالمون هي اكس على بويسونس. شنو هو الغاسين اللي عندي الانيام اللي عندي هنا في الغاسين وما بينش راه هو 2 وشنو هو البويسونس اللي كاين عاوتاني وما بينش هو 1 يعني هي تعطيك هي 1 2 دي دو اكس وبالتالي هاد الاكسبرسيون تكتب سي فورم اكس على بويسونس 1 بريميتيف ديالو هو اكس على بويسونس 1 بلس 1 سور 1 بلس 1 يعني هذا ايغال شنو بريميتيف ديالو غيولي عندك هو x على بويسونس 1 دومي سور 1 دومي بلس 1 سور 1 دومي بلس 1 نمشي معاكم ايطاب باغ ايطاب 1 سور 4 ايكال اللي على بال يدير مباشرة الكتبة اللي ندير انا هنا اما اللي على بال فمباشرة يدير الكتبة اللي ندير هنا فهنا تولي عندك 1 دومي بلس 1 عطاتك هي هي x على بويسونس 3 سور 2 اصلا شتي تكون عندك بويسونس انا تندير لي كوبي كولي تنحطها في الديمناتور 2 1 4 كما سبق ذكرت لكم في لا فيديو الاول قلت لكم اربعه لي شوز انتر دي يكونوا في الديمناتور عندك الغاسين عندك سميتو النيجاتيف كما لاحظنا قبيله خدمنا غير قبيله وعندك الفراكسيون حتى هو انتر دي يكون في الديمناتور يعني بحال هذا وعندك اللي حشومه بزاف يكون في الديمناتور هو الزيرو الا في كا وحيده هي الكا ديال لا ليميت. ف هنا اش ندير ندير لي المقلوب يعني جاي من هذيك لا بروبريتي تقول لك الا عندك A sur B, 2 sur C, le D, égale à A sur B fois. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va faire C sur D, ou le D sur C. On va faire le fort,
يعني اللي كان في الديمناتور تيولي في اللي كان في النيميراتور تيولي في الديمناتور واللي كان في الديمناتور تيولي فاش في النيميراتور. يعني هذه ايكال شنو غنضرب عليكم واحد الزربه اخرى. هذا نطلعوا الفوق اش يوقع ليه يتبدل يولي هو 2 سر 3. واش انا عاوتاني نضرب عليكم وندير لكم هي الغاسين ديال اكس على بويسونس 3 دو اش دو ان 4. يعني كل ما سامبليفيتي الكالكول كل ما انت واعر كل ما خليتي بحال هكا كتبان شويه ناقص في الكالكول. فهنا هذه درت لهاش قايلبه لاحظتوا شقايلبه الراس يولي في رجلي رجلي تولي في الراس صافيين بحال شقايلبه هي فين هي. نجيو لنا هذه كانت عندنا على شكل ديك خيتي ورجعنا شكل غاسين كما قلت لكم. الا عندك الغاسين ترجعوا على شكل بويسونس في الفراكسيون والا عندك فونكسيون لا بويسونس ديالها في الفراكسيون كنرجع على شكل غاسين. يعني سي لا ميم شوز. نجيو هنا الانيم اللي عندنا هو دو حشومه نكتب هنا دو البويسونس عندي في النيميراتور ها هو فينا دابا نجي نغومبلاسي وانا مرتاحه في التاح. نجو ايغاليه شنايا تنغومبلاسي بالنمبر الفوقاني تولي عندك دو سير 3 في الغاسين ديال 4 على بويسونس 3 شويه عليك موان ديال القاعده دو على بويسونس 3 عندك ان على بويسونس 3 معروفه انترناسيونال هي ان الغاسين ديال ان هي ان يعني لا داعي دابا بقى لي الا نسامبليفي هذا هذا سامبليفيكاسيون ديالو ساهل متفقين. هادي نورمالمون بحال قلنا ممكن ديرها في الكالكولاتريس تعطيك ريزلت متفقين. ديروها في الكالكولاتريس تاخذوا الكالكولاتريس دابا حداكم بطبيعه الحال تتفرج اوتوماتيكمون خاص تكون حداك الكالكولاتريس تاخذ الكالكولاتريس تدخل هادي في تعطيك واحد النتيجه. انا نوريك كيفاش لقيت هذيك النتيجه باش نفرض مثلا اللي خسرت لك الكالكولاتريس اولا باش انكم يولي عندكم كالكول مونطال كيفاش انك تسبق الكالكولاتريس. يعني انا ممكن انا نسبق الكالكولاتريس انت مشيت تطابي انا جاوبت عليها شو اللقطه كيفاش نديروا لها. هذه تعطينا من الاخر شو ما نبقاوش نكثروا الهضره غنجي نشرحها لكم. من عندك الغاسين الغاسينيم العادي ديال 4 على بويسونس 3 ايغال هي شنو هي هادي هي الغاسين ديال 4 او كاري فوا 4. غنفرق انا الغاسين شي كامل خاصو يوقع لك في راسك كتولي عندك هي الغاسين كاغي في الغاسين ديال 4. هنا غتمشي لك واحد بما انه عندك مساليه مع بويسونس تعطيك هي 4 وهذا تعطيك الغاسين ديال 4 معروف انترناسيونال هي 2. هذه هي الريزلت اللي عطاتها لك الكالكولاتريس وي او بيان نو الا مشيتي الكالكولاتريس تعطيك 100% وي فين ما عطاتك شويه تعرفوا بانكم نتوما ما درتوش حاجه ماشي هي هذيك في الكالكولاتريس. يعني شحال تولي عندك تولي عندك هي 8 فوا 2 تعطيك هي 6 سور 3 موان 2 سور 3 ايكالا 14 سور 3. مفهوم الفكره يا شباب؟ يعني هذه انا وريتكم كالكول كيفاش لقيتها بانها 8 ودائما الا عندك الانيام وبعض المرات تخرج لكم فصيله كاين بعض التلاميذ الله يسمح لهم تمشي يكتبوها دائما استعمل هذا الميثود اللي تعلم تعلم انك تفرق البويسونس على حسب الانيام اللي عندك تما. نبدا الاخر شنقول ليه دو دو لانتيغرال دو ان 4 ديال غاسين ديال اكس دي دو اكس ايكال شنو؟ ايكال 14 سور 3. ندوزو الكانيف بنفس الطريقة. يعني نتمنى انكم ديروا بوز لا فيديو وتجاوبوا عليها بنفس الميثود غير هنا عندنا الانيام عندنا دو هنا عندنا الانيام كيبيك بحال هادشي الورقة ديالك وارك فراجة ما يمكنش ليا ندير لها بريميتيف. دابا ولينا فاهمين امتى نديرو بريميتيف ديريكتومون امتى ما نديروش صافي من الطحنزيزة الاولى لا غوغارد الاولى ما يمكنش ليا انا ندير لها بريميتيف. يعني اوتوماتيكمون رجع لين خاصني نسامبليفي الكالكول ارجع تولي لانتيغرال دو ان 8 ديال اكس على بويسونس الانيام يولي في الديمناتور والبويسونس يولي في النيميراتور دي دو اكس. دابا ممكن ان تكتب سو فورم اكس على بويسونس ان يعني ممكن ندير لها بريميتيف ديالها. يعني شنو تولي عندك تولي عندك اكس على بويسونس 1 سور 3 1 سور 3 بلس 1 سور 1 سور 3 بلس 1 دو 1 8 ايغال هنا غنزرب عليكم غتولي 1 سور 3 بلس 1 غتولي عندك هي 4 سور 3 غتولي اكس على بويسونس 4 سور 3. ولكن شنو اللقطه من تكون عندك 4 سور 3 وقت تجينا وتقلبها اش تولي عندك 3 سور 4 من الاخر دو اش دو ان دو ان ويتش ايغال تولي عندك 3 سور 4 في الغاسين كيبيك ديال اش ديال اكس على بويسونس 4. رجعنا للقاعده ديالنا اللي قلنا البويسونس ترجع على شكل غاسين والغاسين ترجع على شكل بويسونس في حاله الا كان البويسونس مكتوب على شكل فراكسيون سافيدير نيميراتور على ديمناتور ايغال. دابا نجي نغومبلاسي تولي عندك 8 على بويسونس 4
صافي ويت على بويسونس 4 اللي درتوها في الكالكولاتريس تعطيكم الريزلت في الفيرغول، وحنا الهدف تاعنا هو اننا ما نحطوش الفيرغول يا شباب. يعني شحال تعطي؟ ما تعطيكش النتيجه في الفيرغول، غتعطيك هي تعطيك هي 16. فاذا دخلتي عوضتي هنا ويت تعطيك هي 16. تقول لي هو كيفاش درتي لا بروف؟ فالقضيه ساهله بنفس الميثود الشيء كامل يولي وقع لك في راسك من ضبط الامور. اش تولي عندك؟ تولي عندك يا شباب 3 سو 4 فوا 16. دابا السؤال مين جاتك بروف 16؟ فسهله ناخذ هذه اش تولي هي الغاسين نورمالمون نعوض بويت، تولي هي ويت على بويسونس 3 فوا ويت. كاينه ولا ما كايناش؟ هنا كتولي الغاسين ديال 3 ديال ويت على بويسونس 3 في الغاسين كيوبيك ديال اش ويت راه معروفه حنا عندنا هي 2 على بويسونس 3. هنا مشى لك 3 مع 3 يطيروا لك الغاسين، 3 مع 3 يطيروا لك الغاسين، تبقى عندك ويت فوا 2 اللي هي 16. ها هي من جبت 16، فهم الفكره يا شباب؟ جونا موان اش موان 3 سو 4. اوكي نعوض هنا ب 1 زوين. عندك الان و 0 1 على بويسونس 3 هو 1 الغاسين كيبيك ديال 1 هو 1، يعني هذا الشيء غيبقى نفسه. بعد ما دخلت ليكسبرسيون كالكولاتريس فعطاني 45 سور 4. كما قلت لكم ما تغامروش بزاف في الكالكول، متفقين؟ يعني الا وقع لك غلط بالاخص دابا مرتاحين ما كاين لا يعني ما كاين ما محطوطينش في الفرض اولا في الناسيونال، ولكن تكونوا محطوطين في الفرض اولا الناسيونال تقام علينا الغلط غالي بزاف. داك الشيء علاش دائما حدايا الماشينه لافي، علاش؟ باش انني نفيريفي الكالكول ديالي. فنتمنى انكم تكونوا دائما تفيريفيو الكالكول ديالكم بليس النوع ديال لي كالكولاتريس هادي اللي فيها الانتيغرال زوينه، يعني تندخلوا لها فقط تندخلوا لها ديكسبريسيون كما هو تعطينا الغوزيلتا فينال باش نعرف واش الغوزيلتا فينال خرجت لي صحيحه او بيان غلط، واش متفقين؟ اما الا قال لك مونتخي في القضيه زوينه، ولكن ملي تيقول لك كالكولي بحال هذا الكا هاد الكالكول زوينه. فنتمنى انها تكون عندكم اللي تكون فيها الانتيغرال ما تيمش لا مارك، المهم تكون فيها الانتيغرال خذوها من الافضل وفيها تساعدكم حتى في لي نومو كومبلكس. نقطة الاخر شنو نقول لهم؟ دو اش؟ دو الانتيغرال دو ان وي ديال الغاسين تروازيام ديال اكس دي دو اكس ايكال 45 سور 4. صاي مشو لكا 10. اول حاجه لا غوغارد ديالنا نشوفوا واش ممكن ندير لا بريميتيف بطريقه ديريكسيون او بيان نو. فتيبان لي اننا امبوسيبل ان ندير لا بريميتيف بطريقه ديريكسيون. علاش؟ لانه تيبان لك هنا الغاسين كيف النيميغاتور، وتيبان لك هنا عندي البرودوي. يعني اول حاجه خصني نسامبلي في الكالكول ديالي ايكال لانتيغرال دو ا دو ديال ان ا دو ديال اش ديال اكس على بويسونس 1 سور 3 موان x à la puissance 1 sur 2. طاف ولينا فاهمين هادشي. الغاسين تنرجعو عشك البويسونس والعكس، من ندير البريميتيف تنرجعو العكس، تنشد البويسونس نرجع على شكل غاسين. فوا اش؟ فوا x à la puissance 1 sur 3 ابخي غنديفلوبي دي دو x. دي دو x هنا غنديفلوبي هاد ليكسبرسيون، غيولي عندك هو x x à la puissance ندير لا صوم. تولي عندك 1 سور 3 بلس 2 سور 3 موان اكس على بويسونس 1 دومي بلس 2 سور 3 دي دو اكس ايكال لانتيغرال دو 1 ا 2 ديال اكس على بويسونس ديرماتور واحد عندنا هو 3 1 بلس 2 هي 3 3 سور 3 هي 1. يعني غير داعي باش نديرها موان اكس على بويسونس هنا تولي عندك لان ديرماتور غير واحد يعني خصني نوحدو، تولي عندك 3 فوا 1 هي 3 2 فوا 2 اللي هي 4 4 بلس 3 اللي هي 7 تولي عندك هي 7 سو 6 7 سو 6 تي دو اكس. سهلة اولا دخلوا الكالكولاتريس متفقين دخلوا هذه لان الديرماتور واحد هو 2 فوا 3 تعطيك هي 6 3 فوا 1 هي 3 باش انكم تفهموا هي 3 2 فوا 2 اللي هي 4 4 بلس 3 هي 7 تولي لك هي 7 سور 6. ابخي دابا ممكن ندير لا بريميتيف باش تولي عندك هذه البريميتيف ديالها هي اكس او كاري سور 2 لان البويسونس اللي عندنا هنا هو 1 متفقين. 1 بلس 1 هي 2 اصلا داكشي تكون عندك في البويسونس تنحطو في الديمناتور موان، ولكن في اتونسيون بارونتيز انا تولي عندك اكس على بويسونس نزيد هذه نزيدها 1 تولي عندك 6 بلس 7 تولي هي 11 متفقين. تولي عندك هي 11 و لا هي 13 تولي هي 13 سور 7
هي 13 سور 7. هنا اوتوماتيكمون تولي هي 7 سور 13 ديريكتوم عندو لا بريميتيف دو 1 ا 2 دي دي اكس. دابا دي دي اكس من درت بريميتيف غتمشي تقول لي بروف كي درتي ليها سهلة شباب كي درت ليها غتشدو هذا ديفو 1 غتدخلو الكالكيلاتريس هاهي غدير ليها اف اكس 7 سور 6 قول ليها بلوس 1 ايكال كما تلاحظوا عطاتكم 13 سور 7 هاهي. اذا نتمنى انها تبان لكم اولا ديروها في الكالكيلاتريس تعطيكم هي شحال هي 13 سور 7 متفقين غنعطيكم 13 سور 7 فنتمنى ان تكون بانت لكم. فهنا صافي نجي نغومبلاسي هنا غتولي عندك مناش من 1 2 ف 2 على بويسونس 4 تعطيك 2 على 2 على بويسونس 2 تعطيك 4 4 سور 2 هي 2 موان تاع القاعدة 1 كاري اللي هي 1 و 1 مع هذيك 2 في الديناتور غتولي 1 دومي يعني غير الغومبلاسمون عادي جدا. هنا اش غتولي عندك غتولي عندك هي هي 6 سور 13 في الغاسين 6ام ديال اش ديال 2 على بويسونس 13 موان 6 سور 13 في الغاسين 6ام ديال اش ديال 1 على بويسونس 13 ايغال. هنا تولي عندك الشباب تولي عندك هي 4 موان 1 هي 3 سور 2 واحد ندي من الناتور 2 فوا 2 هي 4 4 موان 1 اللي هي 3 3 سور 2 موان. هنا نسامبليفي اونتر البارونتيز هو الاول تيبان لي بانني ممكن فاكتوريزي ب 1 سور 13 باش انا نسامبليفي الكالكول ماكسيموم ديال الماكسيموم. هنا غيبقى عندك 1 دابا تيبقى عندي غير هادي كيفاش ندير ليها انا ضابط الامور ديالي شكون ندير ليها بلا ما نمشي للكالكولاتريس غنعرفها بان هي الغاسين 6ام ديال اش غنشد هادي تولي هي 2 على بويسون 6 في 2 على بويسون 6 في 2 لان 2 بلس 2 هي 12 بلس 1 هي 13 تولي هنا غتمشي لك هذا مع هذا تبقى لك 2 غتمشي لك هذا مع هذا يبقى لك هو 2 هو الغاسين 6ام ديال 2 يعني من الاخر تبقى لك هي 4 الغاسين 6ام ديال 2 يعني شحال تولي عندك هي 4 الغاسين 6ام ديال 2 الا دخلتوا هذه الكالكول تعطيكم فاصله والا دخلتوا هذه الاكسبريسيون كالكول يعطيكم نفس الفاصله اللي حصلتوا عليها. فهنا حشومه انني خليت التعبير غير بحال هكا اولا نعطي بالفيرغول تعرفوا بان النيفو تاعكم هو عادي جدا وبالتالي انا الا خدمت بحال هكا تنبان بانني سيونس مات غير غلط في التوجه. ف دابا بقى لي الا نسامبلي في الكالكول ديالي ونبينا عليه السلام. فنجيو هنا هيولي عندنا هيولي عندنا شباب هو 3 سور 2 هنا هيولي عندك موان 1 سور 13 موان مع بعدا كاين هنا 4 ندخل هنا غتولي هي 4 الغاسين 6ام ديال 2 موان مع الموان بلوس داكشي علاش نقول لكم بارونتيز 1 سور 3 1 سور 13 ابخي ممكن انني ندير هذا مع هذا في الكالكيلاتريس وتعطيني واحد النتيجه مبسطه نجي نحطها اما هذا ما يمكنش لي انه يتبسط فنجو ندخلو الكالكيلاتريس ورجع لكم. فإلا جينا نسامبليفينا هاد 3 سور 2 مع 1 سور 13 عطينا هو 41 سور 26 وهنا عطينا واحد الدينوماتور لانه عندك 13 غنملتيبليه فوا 2 غتعطيك هي 26 بطبيعة الحال 4 ملتيبليه فهاديك 2 اللي حاضر في الدينوماتور غتعطيك هي 8 ابخي ممكن فاكتوريزي ب 1 سور 26 ويبقى لك هاد ليكسبرسيون يعني نحطها بحال هكا اولا بحال هكا فمن الافضل الا خليتها بحال هكا تيبان شويه داكشي مخرمج داك شويه اللهم نحطها بطريقه اللي هي زوينه مانتكا. دابا هذا ما كاين بالنسبه لك 10 فمسح الطابلو وندوزو لك واحدين اخرين باش انكم تفهموا الماكسيموم ديال الماكسيموم ديال الماكسيموم ما تلقاوش مشكل مع الانتغرال. فما عليكم الا حاجه واحده الا استفدت لحد الساعه متبقاش لنا بواحد اللايك بواحد الكومونتير يكون زوين وبارطاجي هذا الشيء مع لي زامي ديالك باش يستافدوا وما تنساوش الا اول مره تتبعونا فما تنساوش تفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد تلو فما تمشيو فين فمسح الصبور ورجع لكم. On passe
ك 11 عندنا الانتغرال دو 1 4 ديال 2 سور راسين ديال اكس دي دي اكس. اول حاجه اون رومارك بان ما كاينش عندنا واخا عندنا الغاسين في الديناتور الا درنا لها نورمال ممكن نطبقوا لها ديك الكا، لانه الا درنا مثلا الغاسين ديال اكس يعطيك هو 1 نخرج 2 تفقين عطاتك 2، يعني شنو هي هذه تكتبت سو فورم اف بريم سو الغاسين ديال اف. ولكن حنا الهدف تاعنا ماشي ان نبينوا لك الخاصيه، مازال القواعد اللي جايين نعرفوا امتى نستعملوا ديك الخاصيه. هنا خصنا نعرف كيفاش نسامبلي في الكالكول. هذه راه ممكن هذه نورمالمون راه مكتوبه سو فورم اف بريم سو الغاسين ديال اف، خصو يكون عندكم هذا الغومارك هي 2 الغاسين ديال اف. غنخرجوا مع هذيك 2 في هذه الحاله تولي هي 2 الغاسين ديال اف، الغاسين ديال اف عندنا هي اكس. يعني حنا من اتولى عندك هنا هي 4. دابا انا ملي نجي نسامبلي في الكالكول من الاخر انا عارف من الاخر القى هي 4، البريميتيف ديال هذه هي 4 الغاسين ديال اكس، ولكن حنا نبينوه. يعني شي خصها تولي عندكم هاد لاغوكارد بانكم تعرفوا هادشي بطريقه ديريكتومون. ولكن انا الهدف ديالي هنا ماشي انا نطيحوا في هاد الخاصيه ونتعلموا كيفاش نسامبلي في الكالكول هادشي اللي نحتاجوه. ايكال يولي عندك لانتيغرال دو 1 4 ديال 2 سور اكس على بويسونس 1 2، راه نتوما عارفين انيام ولا ديناتور بويسونس ولا نيميراتور. 2 دي اكس ايكال هو الانتيغرال دو 1 4، تبقى عندك 2 اللوحه هذا الفوق اش يولي؟ يولي اكس على بويسونس موان 1 سور 2 دي اكس. عاوتاني عندك الديناتور بويسونس تاعو بوزيتيف من اللوحه النيميراتور يولي نيجاتيف. دابا غندير لي بريميتيف تبقى دو كونستونت، يعني هذا تولي عندك اشباب تولي عندك بعدا كاين هادي هي 1 سور اكس على بويسونس انسيت هنا قبل ما نسامبليفي غتولي هي اكس على بويسونس موانز 1 سور 2 بلس 1 سور اش موانز 1 دومي بلس 1 دو اش دو 1 ها 4 ايكال. غتبقى عندك دو كونستونت، عندك 1 موانز 1 دومي غتبقى عندك هي 1 دومي، يعني تولي عندك هي اكس على بويسونس 1 دومي سور 1 دومي دو اش دو 1 4. ابخي من بعد ندير لها ديك اللعيبه تاع اش قايلبه، كانت عندك 1 سور 2 تولي 2 سور 1 اللي هي 2، 2 غنضربها في 2 تعطيك هي 4، يعني من الاخر غير هذا تقلبوها تولي هي 2 سور 1 و 2 سور 1 تولي هي 2، 2 فوا 2 هي 4. حنا عارفين المره الاولى اش تعطينا 4 الغاسين ديال اكس. عندك هذيك تولي عندك انيام، يعني لا داعي باش نبين 2 اكس على بويسونس 1 هي اكس، كاينه ولا ما كاينش داكشي اللي قلت لكم المره الاولى هو اللي حصلنا عليه. ولكن الهدف تاعنا شحال تعلمنا هنا من خاصيه، كون جاوبنا على بهذيك الطريقه ما نتعلموش بعض الخاصيات اللي كاينين هنا. غادي تغون بلاسي غتولي الغاسين ديال 4 هي 2، 2 فوا 4 غتعطيك هي 8 موان الغاسين ديال 1 هي 1، 1 فوا 4 هي 4، تتولي عندك 8 موان 4 تتولي هي 4. دو اش دو داك لانتيغرال دو 1 ها 4 ديال 2 سور غاسين ديال اكس دي دو اكس ايكال 4. ندوزو لهاد الكا بنفس المنهجيه. هنا تيبان ليا بانه عندي برودوي، عندي برودوي ديال 2 فونكسيون ديفلوبي صافي. هادي لاغواكس تولي عندك، تولي عندك 2 اكس فوا 1 تولي عندك هي 2 اكس، تولي عندك هي موان 2 اكس سور اكس تان ديفلوبي. هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، عادي جدا. موان زان في 1 هي موان زان، موان في الموان هي بلوس 1 فوا هادشي غيبقى هو داكشي دي دو اكس. نسامبليفي الكالكول تولي 1 2 9 تولي عندك هنا هي 2 اكس، مشارك اكس مع اكس غيبقى عندك هو موان 2، هنا غيبقى عندك هو موان زان بلوس 1 سور اكس دي دو اكس ايكال هو الانتيغرال دو 1 9 ديال 2x موان 2 موان 1 تولي موان 3 بلس 1 سور x دي دو x. هنا نلاحظوا انه عندنا ثلاثه الاطراف، كل طرف ندير ليه بريميتيف ديالو بوحدو. غتبقى عندك دو كونستونت x هنا مكتوبه سو فورم x على بويسونس 1 و 1 عندنا هو 1 تولي x على بويسونس 2 سور 2 من الاخر. هيبان لي سامبليفيكاسيون هنا موان بارونتيز فاش نو بريميتيف ديال النومبر ديال a هو ax، يعني تولي عندك هنا هي 3x دو 1 ا 9 بلس. انا ما عندي مناش نخاف فاش ناو بريميتيف ديال 1 سور اكس قلنا هو الالين الفالور ابسولي ديال اكس. وبما انني خدام على انترفال اللي هو 1 9 تنعرفوا بان من 1 بلس لانفيني فهو بوزيتيف. فنجيو لهنا
دابا بقى لي الا نسامبلي في الكالكول ديالي، عندي كناف او كاري عطاتك هي 81 موان ان كاري عطاتك هي 1 موان هنا بارونتيز. عندنا شباب عندنا 3 فوا 9 عطاتك هي 27 موان 3 فوا 1 عطاتك هي 3. نجينا غومبلاسي عادي، غتولي عندك هي بلوس ال ال غاسين ديال 9 موان ال ان ديال ار معروف انترناسيونال راه هو 0. دبقى لي ال ان سامبلي في الكالكول، غتبقى عندك هي 24 تفقين، لان 24 تي 1 موان 1 هي 24. هنا غتولي عندك سي جي، عندك تولي عندك هي 25 25 موان الان ديال اش ديال 9. غتبقى لك هي الان ديال 9 هي الاولى، ما يمكنش ليه بانها تسامبليفيا. غتولي عندك هنا هي غتولي تمشي عندك منها وي تمشي منها 2 غتبقى عندك 6 متفقين. غتولي عندك 6 غتولي عندك 50 53. فإلا درنا 8 نقسم لنا 27 غتعطيك هي 53 ايه. لينو في الاخر نقول لهم دو هذاك التخربيق ديالهم، دو هذاك التخربيق ديالهم ايغال هو شنو هو ايغال هو 50 هو ال ان ديال 9 ال اف ديال 9 موان ادير موان 53 صاي. ندوزو لهاد الكتايا. اول حاجه ما يمكنش ليا بانني نديرها بطريقه ديالك، خاصني نسامبليفي ولي عارفين دابا هادشي. غتولي عندك هي انسي هادي غندير لها واحد اللقطه، هي من افضل الحاجه غندير لها واحد الطريقه رياضيه تنعرفوا. الى عندك ا فوا الغاسين ديال ا ايغال ديال الغاسين ديال ا على بوسونس 3، هادي من الاخر الناس اللي ضابط الامور ديالو، لان اكس هو الغاسين ديال اكس كاري غتولي 2 بلس 1 عطيك هي 3. نزول هنا اولا ممكن نديروها بالطريقه ديال لي بوسونس. انا من الافضل ليا نرجعها بانها هي هذيك، غنديرها بحال هكا غتولي هي الغاسين ديال اكس على بويسونس 3. هاي وريتكم خاصية، الا مشيتو للكالكيلاتريس درتو 3 الغاسين ديال 3، الا درتو الغاسين ديال 3 على بويسونس 3 غتعطيكم هي 3 الغاسين ديال 3. قاعدة رياضية دي دو اكس ايغال هي لانتيغرال دو كات ان اف ديال اش ديال 1 سور اكس على بويسونس 3 سور 2 بويسونس نيميراتور الانيام ديمناتور دي دو اكس ايغال هو لانتيغرال دو 1 9 1 بحال لا طير، وتولي عندك اكس على بويسونس موان 3 سور 2 دي دو اكس ايغال شنو هو لانتيغرال دو 1 9. هذا غندير لي بريميتيف صافي، دابا ندير لي بريميتيف ديالو بطريقه ديريكت. غتولي اكس عندك موان 3 بلس 1 غتولي عندك هي موان 3 بلس 2 اللي هي تولي عندك موان 1 سور 2. وهنا انجي ديريكتومون غتولي هي 2 سور موان 1، يعني من الاخر تولي هي موان 2 دو اش دو كات 9 ايغال. هنا غنسامبليفي تبقى عندك هي موان 2 هذا اش تولي عندك سور اكس على بويسونس 1 دومي دو كات 9. نفس الفكره صافي ولينا فاهمين هادشي يا شباب، لان عندك البويسونس نيجاتيف من اللوحات ديال المنافاتور تيولي بوزيتيف صحيح، ولينا عارفين هادشي. يعني خصكم تولوا تقراوها في السما ايغال هي شنايا، غتولي عندك هنا هي موان 2 سور غاسين ديال اكس 49 صافي. حافين بان البويسونس ولينا دابا ضابطين النيفو، ولينا بدينا نطلعوا النيفو الفوق، هادشي اللي بغيتو توصلوا ليه يا شباب. ملي تولي عندك ان دومي ان دومي راه من كتب اكسبرسيون فونكسيون على بويسونس فيها فراكسيون تنعرفها بان ممكن نرجع للغاسين. ديمناتور هو الانيام والبويسونس اللي في النيميراتور هو اللي تيكون في البويسونس اونتخ الغاسين صحيح ايكال. تبقى عندك الغاسين ديال 9 هي 3، تقول لي عندك موان 2 سور 3 موان ديال القاعده ومع هاد موان تولي هي بلوس، تولي عندك 2 الغاسين ديال 4 هو 2 2 سور 2 2 سور 2 هي تبقى لك هي 1 تبقى لك هي موان 2 سور 3 بلوس 1 ايغال هي 3 تبقى لك هي 1 سور 3 صافي. دو هذاك الانتيغرال ديالنا ايغال واشنا هو 1 سور 3.
دوزو الديرنيير كا بالنسبه ليكزرسيس 1 كا 14. فنتمنى انكم ديروا لابوز فيديو وانكم تجاوبوا عليها. وفي هذا الاطار فنخلي لكم ان كلكا 14 بانكم تجاوبوا عليها نتوما. صافي كان تجاوبوا عليها نتوما بنفس الميثود الشيء كامل تعلمنا بنفس الميثود. يعني هذه تقريبا تابعه لهذه. يعني تجاوبوا عليها وتقولوا لي شحال خرجت لكم في الغوزيتا، اولا ممكن انكم تصيفطوا ليا في الانستغرام ديالي الغوزيتا. صافي كان في هذه لا بيريود اللي امشى لحد الفيديو، فما عليكم الا انكم تنزلوا الكومونتير تحت وكل واحد يقول لي الغوزيتا شحال خرج لي الانتيغال باش نعرفكم واش فهمتوا او بيان لا. فكونوا حاضرين في الفيديو الجاي، خدمنا كا بارتيكولي بزاف وعلى الجد. في لا فيديو الجاي نخدموا كا جينيرال، غنفهموا كل كا بوحدها وندوزو لانتيغرال نشرحو ا دو زد. الهدف تاعو الهدف تاعي دائما ديال البروفيسور هو انكم تفهموا. فكونوا في الموعد في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.